متابعي إيميغو 24 مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج قهوة مع فنان. ضيف حلقة اليوم نور الدين الحوري، هو من مواليد مدينة الرباط بالضبط بحي يعقوب المنصور. كبر وسط خوتو الموسيقيين، خوه الكبير عزوز كان عازف على آلة العود وإبراهيم على آلة الكمان. تأثر بالموسيقى معاهم لكن اختلف عليهم بالغناء. اكتشف موهبة الغناء وهو في المرحلة الابتدائية من الدراسة، كان كيشارك في الأنشطة المدرسية خاصة الأعياد الوطنية كعيد العرش المجيد. هاجر لبلجيكا في أواخر التسعينات وتم شارك في مجموعة من الحفلات والمهرجانات إضافة للأعراس والمناسبات الاحتفالية، وبدأ صوته يتعرف بين أوساط الجالية خصوصا لما شارك في برنامج ستوديو دوزان اللي كتدوزو القناة الثانية المغربية، وبرنامج غني لي شوية بقناة دبي الفضائية. نور الدين اللي جانا من بروكسل، تحية لنور الدين. مساء الخير نور الدين، مرحبا بك معنا في ستوديو دوزان. مساء الخير عماد، مساء الخير جمهور كريم. وفي احدى الحفلات سمعوا الموزع الموسيقي في بلجيكا مراد مجود اللي عجبو صوته واقترح عليه يسجل اغنيه خاصه به. الحوري اقتنع بالفكره وقام بتسجيل اول اغنيه باسم المعلم وهي عباره عن كوفر، ولقات استحسان الجماهير المغربيه وعطته نقله نوعيه، وانطلق بعد ذلك باعماله الخاصه انت اللي مزيانه، دياموندا، ماشي عادي، وعندي الزين. درتي هبيه وانا اللي درت فيك النيه، عطيتك قلبي خدعتيه ولعبتي بيا. انا اللي ما كان سواش، انا اللي ما كان عجاب، وبحالك ما كيناش، انا يا غي كان كذاب. سوينا شكله مضمون، نبغيك انا بجنون، سحرتي قد العيون شفتك وعشقاتك زوينة، انت الفهمون كلامك كله موزون، غير انت اللي في الكون ما كيناش بحالك. يا موندا انت يا قوتا، يا موندا انت مرجانا، حالك ماشي عادي انا والله بك راضي، يا حبي انت القاضي ديري ما بغيتي وعدل، كيف ما بغيتي تكوني انا نحطك في عيوني، وخيجن جنوني على قلبك يغلى سل. انا عندي الزين، انا مرضي الوالدين، انا حطو في العين بحالو لقاه فين. زين زين زين، انا عندي الزين، انا مرضي الوالدين، انا حطو في العين بحالو لقاه فين. زين زين زين. باش تعرفوا اكثر عن نور الدين الحوري تابعوا معنا الحوار التالي. الفرق ما بين مزاولة الغناء أو الفن في المغرب أو في أوروبا، أنا ما كنشوفش أنه بالنسبة لي أنا في النظر ديالي أنا ما كنشوفش أنه كين فرق. تقريبا نفس الطريقة، نفس الخدمة كنخدمو، غير هو اللي كيفرق كنشوف أن الإنسان كيكون قريب للإعلام. يعني في المغرب حنا بعاد على الإعلام كمغاربة العالم، والدراري اللي كيكونوا كيغنوا في المغرب كيكونوا قرابين يعني الإعلام، الجورنال، التلفزيون. بالنسبه للفنان المهاجر ما غاديش نقولوا ما واخدش حقه، ما غاديش نقولوا راه واخد حقه. كاين واحد المشكل عندنا، مشكل في التواصل مع الناس ديال المهرجانات وديال التلفزيون، يعني ديما كيكون انا انترميديير بيننا وبينهم. نتمنوا ان يكون ان سيت مثلا للمهرجانات ولا للتلفزيون يكون ان تشالنج للناس اللي غيشاركوا، يحط كل واحد ديالو الدوسي ديالو، والحدود تكون متساويه ما بين الناس، لا بين المغاربه العالم ولا ما بين المغاربه اللي عايشين في المغرب. يعني كندوي على الفن بصفه عامه. بالنسبه للجمعيات وشكون اللي كياثرنا هنا في اوروبا، انا كندوي على بلجيكا لانني عايش في بلجيكا. ما كاينش عندنا جمعيات كياثرونا، ولا مثلا نقابه ديال الموسيقيين، حنا ديما كنلتجؤوا النقابات الموسيقيه اللي كاينه في وزاره ديال الثقافه في المغرب. وكنتمنوا يكون مستقبلا عندنا مثلا يكون مثلا شي ملحق ديال وزاره ديال الثقافه، او لا شي جمعيه اللي تاثرنا كفنانين هنايا. بالنسبه للنقابه ديال الموسيقيين في المغرب، انا عمري ما طرقت لا باب ولا مشيت لعندهم، يعني ما كان بيني وبينهم حتى تعامل صراحه، ما عرف عليهم لا خير لا شر.
بالنسبه لوزاره ديال الدعم ديال وزاره الثقافه، انا ما مشيتش اصلا باش نكون يعني عندي يلاه دفعت البطاقه ديال الفنان، يعني غيكون اول تعامل ديالي ليهم. مازال ما شفت منهم لا خير لا شر، نشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي تمشي الامور كما تنقولوا الاداريه، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا. ما بالنسبه للدعم عمري ما استفدت، لاني عمري ما طلبت الدعم. بالنسبه لهذا السؤال هذا كيضحكني، لاني كنت قلت وانا صغير فملي دزت باساج ديال ستوديو دوزيم، قلت ان الملهى الليلي مقبره الفنان ماشي كلمه خايبه. الملهى الليلي مدرسه ودازوا فيه فنانين كبار، ولحد الساعه باقي كيغنيو فيه، فيه طاقات كبيره وكبيره بزاف. اللي كيضر انك تلقى بعض الناس مدفونين في الملاهي الليليه ما كيخرجوش يعني الاضواء، يعني الاذاعه، الصحافه، المهرجانات باش يبانوا، هذا هو القصد. اما الملهى الليلي مدرسه. الحمد لله، ما يعني الاعمال اللي كنوجد والاعمال اللي كندير، مش غادي نقول راضي على داكشي اللي كنقدم، وكنتمنى ديما انني كنطمح انني نكون من حسن الاحسن، ونتمنى ان شاء الله اننا نمشيو لقدام ونقدموا شي منتوج اللي يسر الجمهور اللي تيتبعنا. اغنيه اللي حققت الشهره عندي، ما انا بالنسبه لي كاع الاغاني ديالي مزيانين وكنشوفهم انهم وصلوا. اللي كنطلب هو انني يعني يكون عندي انتشار اكثر الاغاني ديالي باش يسمعوهم الناس اكثر، لاني عندي واحد كما تنقولوا كنخدم على واحد البيجي صغير، يعني كنتعامل بداكشي اللي عندي على قدي، ونطلب من الله انني نوصلوا، وان شاء الله الجاي غادي يكون احسن باذن الله. طموحي المستقبل كما بديت وكما غادي نسالي ان شاء الله، وكما تنقولوا نبقى غادي به، انني نكون نقدم رساله، يعني الاغاني اللي كنغنيو او الفن اللي كنقدمو يكون رساله نوصلوا بها شي حاجه للشباب والعائلات، وندخلوا حتى للديور نقدموا رسائل، لان ماشي ان الانسان غير ينوض يغني شي حاجه ويقول رانا غنيت وصافي باش يبان، لا، يكون عندنا غنى فيه رساله، واخا يكون غير بسيطه ولكن تكون رساله. بالنسبة للحاجة اللي ضربت عليها تمارة وكنشوف أنها ما قدمتش واحد الصورة اللي بغيت، هو هاد الأغاني كاملة اللي درت، وهاد المجهود اللي كنصرفو من جيبي، يعني أنا وواحد ليكيب عندي كنخدمو اللي كنشكرهم، وغادي نقدم لهم شكر إن شاء الله من بعد. أننا قدمنا واحد المنتوج زوين للناس، يعني هما استحسان لا في التلفازة لا في مهرجانات لا في بزاف ديال البلايص، يعني كتجيك ثقيلة أنك ضرب تمارة ودوك الناس ما يقدروش ولو شوية من داكشي، أنك تقدمتي غنيتي كلمات زوينين، ألحان مزيانة، درتي فيديو كليبات، درتي ديسيت ديالك باش توصل، أن باش ما أنك ما تعطيش أو ما توصلش للناس كتجي شوية ثقيلة. انا كنشوف المشكل اننا ما كنوصلوش او لا ما وصلتش للمغرب، ديما كيكونوا لي زانترميديير، يعني كيكون بيناتنا وسيط ما بيننا وبين يا المهرجانات يا التلفازه، يا كما يعني كنخدموا راسنا، ما عندناش حتى المسيرين اللي غيسيروا لنا اعمالنا ولا يسيروا لنا حوايج، ما عندناش، يعني كتعامل انت راسك وكتخلص داكشي من جيبك، يعني انت بتليفونك ولا بالسفر ديالك كيتقام عليك انت كتخلصوا من جيبك. كنشوف واحد القضيه بالنسبه لشكون اللي خاصو يتصل بشكون، واش حنا نتصلوا بالمهرجانات ولا المهرجانات يتصلوا بينا؟ دابا حنا كفنانين كتوجد منتوج ديالك، عندك شين ديالك في اليوتيوب، عندك صفحه ديالك على الفيسبوك، يعني عندك السيت ديالك، عندك كل شيء مطروح، يعني قدمتي واحد المنتوج، يعني انت بحال في مارشي كتعرض المنتوجات ديالك، ودوك هما اللي المهرجانات هما اللي كينتقيو الناس، يعني حسب الطلب ولا حسب شنو كيشوفوا هما في الفنان، لان مادام كتقدم انك منتوج لا في الكليب ولا في الاغاني ولا في يعني في المضمون ديالك، يعني في كصوره، هما اللي خصهم يديروا ان با لينا حنايا ويقلبوا. راه عطى الله دابا المواقع الاجتماعيه وراه تبارك الله كاين، راه حنا وصلنا اننا يعني حيدنا من ديك الصوره ديال انسان يلاه بدا، راه وصلنا اننا اعطيناكم منتوجات، وحنا تبارك الله دوزنا ماشي قليل في الفن. رسالتي للمسؤولين على المهرجانات اون جينيرال، يعني المجموع ما كنقصدش شي واحد بالخصوص، يكون تساوي، يعني تساوي الفرص ما بين الفنانين، ماشي لاننا كاين المحسوبيه ولا كاين فلان ولا باك صاحبي ولا المحسوبيه كما تنقولوا، يكون غير تساوي الفرص، يعني كيف خدا هذا حقه ياخذ الاخر حقه. تبارك الله راه كاينين مغاربه منفيين لا في المغرب فنيا ولا برا، يعني احنا منفيين فنيا ما كنوصلوش نتلاقاو بالجمهور ديالنا، نحاولوا ان يكون تكافؤ الفرص.
بالنسبة للجديد الفني ديالي عندي أغنية رومانسية احنا بصدد تسجيل الكليب في بلجيكا واحد جوج مدن بلجيكية ان شاء الله. الأغنية من كلمات أيوب وزايد، الألحان أيوب خربوش، توزيع سالم دويشات، والماسترينج والميكساج المايسترو مراد مجود، والإخراج المخرج إلياس عمران. وعندي أغنية إن شاء الله من مور هذه اللي حطينا عليها كما تنقولوا اللحن، وحطينا الكلمات واللحن، الكلمة الأغنية على بلادي يعني على البلاد، فيها إنسان متغرب وغير رجع لبلاده كيفاش كيشوفها. نتمنى أنها تعجبكم. الأغنية من كلمات الشاعر عبد التواب الناير والألحان أيوب خربوش، اللي كنوجه لهم تحية كبيرة من هذا المنبر هذا. بالنسبة للصوت المغربي اللي كيعجبني أنا شخصي، هذا رأيي الشخصي، أسماء المنور وسعد المجرد. موزع موسيقي أو لا يعني كيمثل بلادي برا المغرب، كنظن أن رضوان أحسن واحد كيمثل البلاد موسيقيا. الرباط بلادي، مدينتي، الحي فين كبرت، بلجيكا بلدي الثاني. كنوجه تحية للجمهور ديال اميغو 24، وكان بغي نشكر كل من ساعد نور الدين، لا من قريب ولا من بعيد، لا من كتاب كلمات، لا من ملحنين، لا من مخرجين، لا من ناس داروا معايا لاتورك، لا من صحفيين، لا من يعني ناس على السوشيال ميديا، ناس مساكن كيعرفوني وناس ما كيعرفونيش. كنبغي نشكر كل واحد، وكنتمنى من الله انني نكون عند حسن ظنكم ديما، وانتظروا الجديد بشي حاجه زوينه باذن الله ومن حسن الاحسن.